يا اهلا بحضراتكم في فقرتنا الطبيه تاني واخر فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. واعتقد ان اللي من حضراتكم بيتابعنا بيتابع برنامجنا بصفه مستمره اكيد واخد باله ان احنا يعني السمنه والسمنه المفرطه بصفه خاصه تكاد تكون هي العنصر الاكثر ثباتا في معظم الموضوعات اللي بنتكلم فيها والملفات اللي بنفتحها في فقرتنا الطبيه، نظرا لاهميه هذا الامر الحقيقه لانعكاساته السلبيه المتعدده على الجسم وعلى الصحه وعلى الحاله المزاجيه والنفسيه الى اخره. طبعا السمنه بينتج عنها كتير من الامور الغير مرغوب فيها والغير مستحبه. احنا النهارده هنقف عند تفصيله صغيره، بس هي صغيره بالنسبه للشخص اللي مش بيعاني منها، لكن البني ادم اللي بيعاني منها هي بالنسبه له تفصيله كبيره جدا معطله له حياته بالمعنى الحرفي. هنتكلم النهارده في الفقره دي عن تاثير او انعكاس السمنه على المفاصل، فكره الوزن لما يكون زايد ايه انعكاساته على المفاصل. ده الملف اللي هنفتحه مع دكتور باهر السعيد اللي منورني في حلقتنا النهارده. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. طبعا من البديهيات فكره ان الوزن لما يزيد عن الحد بطبيعه الحال بيشكل ضغط على الفقرات وعلى العمود الفقري وعلى المفاصل، فالى اي درجه هذا الامر هو امر خطير؟ هو طبعا السمنه او الوزن الزايد هي السبب الرئيسي في مشاكل المفاصل وخشونه المفاصل، خشونه الركبه بالذات. تاكل الغضاريف اللي هي المفروض اللي زي الوساده اللي المفروض المفصل بيتسند عليها او بيبقى المرونه بتاعه المفصل بتعتمد اعتماد رئيسي على الغضاريف اللي هي بتحمي المفاصل. لما بيحصل ضغط على الركبه، ضغط على المفصل بسبب ممارسه غلط، قعده غلط، رياضه غلط، او وزن زايد، ده بيسبب مع الوقت تاكل في الغضروف، تاكل في المفاصل. ده لازم يحصل يا دكتور، يعني بالضروره مع الوزن الزايد. طبعا طبعا طبعا. لذلك دايما قبل حتى ما الناس تعالج نفسها من خشونه المفاصل، دايما الاطباء بينصحوا الناس خس، انت علاجك انك تخس، لازم تخس. فطبعا زياده الوزن مش بتبقى خطر، انها بتعرضك اصلا لمرض زي مرض السكر، بتعرضك لحاجات كتير جدا أكيد. برضو بتعرضك لمشاكل المفاصل. دايما احنا محتاجين عشان نحمي ركبتنا ان احنا نقلل الضغط عليها. طب. فطبيعي الحمل الزايد اكيد اكتر حاجه، او بديهيا هو اكتر حاجه هتاثر في الركبه. طيب في هذا الصدد بقى حضرتك تقترح ايه؟ احنا طبعا في الاول انك تعمل نظام غذائي وتحاول تخسس نفسك باي شكل. بعد كده برضو المفروض نعتمد على الناقص في الغذاء بتاعنا عشان يقوي المفاصل بتاعتنا، يقوي الركبه بتاعتنا. المعادن الهامه جدا لتقويه العظام وتقليل هشاشه المفاصل لازم نعتمد عليها. مش المعادن دي جزء كبير منها بنفقده في رحله فقداننا للوزن الزايد؟ ما هو موضوع الوزن الزايد اللي بيزود الوزن ايه؟ النشويات والسكريات والكربوهيدرات والحاجات دي. انما انت لما بتعتمد على حاجات صحيه او اكل صحي مش هيزود وزنك ولا حاجه. في نفس الوقت كمان لو اعتمدت على مكملات غذائيه كالسيوم وفيتامين د، ده بالعكس، انت لو عندك نقص في فيتامين د الحرق بتاعك بيقل. طبيعي جدا الحرق بيقل جدا للناس اللي عندهم نقص في فيتامين د. فبالعكس المكملات الغذائيه دي بتزود الحرق بتاعك مش بتقلله. فالمفروض انك لو عندك مشكله في الوزن الزايد المفاصل لازم مبدئيا لازم نعتمد على نوع كالسيوم وفيتامين د مع طبعا التنظيم الغذائي. خلاص هننظم اكلنا ونعمل دايت جامد، ممكن ناخد اي حاجه تزود الحرق مفيش مشكله، بس في نفس الوقت نحافظ على عظامنا ازاي؟ ناخد نوع فيتامين د كويس. معظمنا ما بيتعرضش للشمس بالشكل الكافي، مناعته حتى ضعيفه بسبب عدم التعرض للشمس. النقص فيتامين د مش بيضعف عظامك بس، لا كمان بيقلل مناعتك. مش قله الشمس في بلدنا الحقيقه، بس يعني كسل الناس، ما حدش بيطلع ما حدش بيطلع. حتى الستات لما بتخرج في الشمس بقى حتى واقي شمس وبتاع، فالواقي الشمس نفسه بيحجب اشعه الشمس فبيحجب فيتامين د. فاحنا بننصح الناس انك اول حاجه لازم نعتمد على الحاجه اللي تقوي عظامنا، الكالسيوم، فيتامين د. لو عندك بقى بدايه مشاكل في الركبه او بدايه طقطقه مفاصل والتزييقه بتاعه المفاصل دي اشاره لان احنا عدينا مرحله البدايه. احنا في البدايه اهو، احنا في البدايه. فاحنا المفروض نبدا ناخد مكملات غذائيه
تبني الكولاجين اللي هو بيحافظ على مرونة الركبة. فيه حاجات مصرية على فكرة كويسة وسعرها معقول، يعني كويس مش شرط تاخد، لأن معظم الناس بتشتكي من ارتفاع أسعار المكملات المستوردة، وخاصة احنا دلوقتي أصلا يعني المفروض في وسط المعمعة بتاعت ارتفاع الدولار والكلام ده، المفروض نشجع حاجة المصري بتاعنا، نعتمد أكيد. على المصري بتاعنا أكيد. لأن كفاءته هي نفس كفاءة المستورد، لأن من الآخر في الآخر المادة الفعالة أو المادة الخام هي كده كده بتستورد من بره، سواء المصري او المستورد، هو منبع واحد. ايه يعني حتى لو خدنا في الاعتبار ان الماده المستخدمه، الماده الفعاله المستورده المستخدمه في المنتج ده ايا كان ايه هو، يعني في ناس بتقول لك لا بس الماده الفعاله بتاعت ادويتنا المصريه مش بنفس قوه وفعاليه الماده الفعاله بتاعت الادويه التانيه اللي جايه من بره، او لو هي مستورده كماده فعاله مش بنستخدمها بنفس النسبه اللي المفروض نستخدمها. وعلى فكره الكلام ده حتى في مستحضرات تجميل بيتقال عليه نفس الكلام، في شامبوهات في بعض الاحيان بيتقال عليه نفس هي الكلام، عقدة الخواجه بس هي اللي هي اللي بتفرق في مسيطرة الكلام ده. علينا. انما احنا مثلا النهارده لو اتكلمنا على المنتج بتاع الجوينت بيكس اللي احنا بنرشحه للناس كوقايه من مشاكل الخشونه، وفي نفس الوقت للمساعده في علاج الخشونه، الجوينت بيكس تركيبته دي مش موجوده حتى في المستورد، يعني لو بصينا على الانواع المستورده اللي موجوده في السوق ومكوناتها مش هتلاقي المكونات دي موجوده في اي نوع مستورد. يعني الجوينت بيكس ده اللي بنستخدمه لزياده مرونه الركبه، للوقايه من خشونه المفاصل لو انت بدايه خشونه عندك، او لو بيساعد كمان في علاج اوريدي لو عندك خشونه، الجوينت بيكس تركيبته الخماسيه دي مش موجوده في حاجات مستورده كتير. تخيل لما تلاقي منتج واحد فيه مسكنات طبيعيه للالم، حاجه بديله للمسكنات، الناس كلها بتقلق من المسكنات. طبعا. احنا عندنا هنا ماده الجينجر اللي هي مستخلص الزنجبيل، اوكي. لقوا انه من الحاجات المميزه جدا لتسكين الالم بس بشكل طبيعي، موجود في الجوينت بيكس. وكمان ماده البرومالين دي اللي مستخلصه النكته دي من الاناناس. موجوده دايما وبتتذكر في حاجات حلوه كتير. طبعا طبعا، ده الزنجبيل او الجنزبيل في ناس كده. بالتعبير الدارج. لا، فوائدها لا تعد ولا تحصى. والبرومالين برضو، البرومالين ده مستخلص منين؟ من الاناناس. البرومالين اللي موجود في الجوينت بيكس ميزته ايه بقى؟ انه بيقلل التورم. انت عارف لما حد درسه بيوجعه او بيورم بياخدوا برشام، انواع برشام في السوق بتقلل التورم. أي. بس مواد كيميكالز في الاخر طبعا. لا، البرومالين ده بيشيل التورم ده بتاع الركبه بس بشكل طبيعي، موجود في الجوينت بيكس. فاحنا عندنا الجينجر مسكن طبيعي، البرومالين حاجه بتشيل الورم بشكل طبيعي او التورم بشكل طبيعي. في بقى ثلاث حاجات تانيين جمال جدا في الجوينت بيكس، الحاجات اللي هي بتبني الكولاجين. احنا عايزين كولاجين عشان الركبه يبقى طبعا. فيها مرونه. طبعا. الغضاريف اللي هي الوساده اللي بتخلي الركبه تبقى لينه معانا، دي بتبقى كولاجين. الكولاجين ده بيبنى بثلاث مكونات موجوده في الجوينت بيكس، اللي هي الجلوكوزامين والكوندروتين والهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد ده حتى الستات بيحبوه عشان البشره ومش عارف ايه وبتاع، هو برضو كويس جدا للمفاصل. الحقن اللي بتتحقن في الركبه بتبقى هيالورونيك اصلا، فهو اوريدي موجود الهيالورونيك. ومع هذا وفي عالم موازي، شوف حضرتك الاسباب المجعلصه اللي حضرتك تفضلت بيها دي، دي مكونات الكولاجين اللي هو مطلوب عشان النقطه بالظبط. اللي بنتكلم فيها. في ناس بقى تاني اللي هو ايه، الطب الشعبي بقى بتاعنا، المسميات دي بقى خدت شكل تاني، خدت شكل الكوارع تحديدا، يقول لك الكوارع دي بتعمل شغل نار في مساله الركب والحاجات جميل دي كده. جميل. احنا بقى الكوارع مفيده وكل حاجه، ما هي الكوندروتين والجلوكوزامين والحاجات دي هي بتيجي اصلا من المحار والحاجات اللي هي بتاعه الكوارع دي، بس معموله بشكل علمي في حبايه فيها الخلاصه اللي حضرتك هتاخدها يعني في 10 كيلو. بقى ليها استخدامات طبيه مؤخرا. تمام، بس هتاكل كام كيلو كوارع عشان توصل طبعا. لحبايه واحده؟ طبعا. هي حبايه واحده هتديك المفيد ليك فيها الكورع كله بالظبط. الجوينت بيكس بناخد حبايتين بعد الغداء، دي جرعتها لو انت عندك بدايه او عايز حاجه لوقايه من الخشونه، وفي نفس الوقت بتساعد في علاج الخشونه. وبرضه بننصح بباقي الكورس اللي هو بتاع تقويه المفاصل، يعني احنا بننصح الناس دايما بنوع فيتامين د كويس. ففي عندنا الفيدي بيكس ده تركيز 2000 وحده دوليه، الناس دايما بتقلق من انها تاخد فيتامين د بدون تحليل،
لو انت بتاخد فيتامين د بتركيزات عاليه لا طبعا لازم تحليل، انما هنا 2000 وحده دوليه هو ممكن بيتراكم في الجسم بالظبط. احنا بناخد هنا فيتامين د بتركيز 2000 وحده، 2000 وحده ده مناسب اللي هو الاحتياج اليومي بتاعك خالص. اوكي. فيتامين د مهم، مش مهم للعظام بس، ده مهم للعظام، مهم حتى لمكافحه الاكتئاب، عشان تحصل على نوم هادئ بتبقى محتاج فيتامين د. فيتامين د مهم جدا لمناعتك، هو فيتامين الحياه، كل حاجه في جسمك فيتامين د داخل فيها. ففيتامين د بناخد حبايه بعد العشاء، بناخد طبعا نوع كالسيوم. في معانا حاجه اسمها سي دي زد بيكس. سي دي زد بيكس ميزته حاجه، ان هو نوع الكالسيوم اللي جواه حاجه اسمها كالسيوم ستريت. كالسيوم ستريت ده مش بيسبب تقلصات، مش بيسبب امساك، مش بيسبب اضطرابات في المعده. فحبايه سي دي زد بيكس صباحا، والفيدي بيكس مساء بالليل قبل النوم، وحبايتين جوينت بيكس بعد الغداء لو انت عندك بدايه مشاكل في الخشونه. وبرده الكورس ده تكملته حاجه اسمها البي مالتي فيت، ده عباره عن فيتامين شامل للناس اللي هي بتدور على نوع فيتامين شامل، بقى واحده عندها شعرها في تساقط، الضوافر بتتكسر، مش عارف ايه، او واحد عايز ياخد فيتامين شامل كده للمناعه للكلام ده، بدل ما ياخد برضو الحاجات اللي هي الغاليه المبالغ في ثمنها. البي مالتي فيت فكره، الحاجات اللي احنا بنقولها دي حاجات كلها على قد الايد، يعني حاجات بسيطه بالمقارنه بالاسعار اللي بنشوفها بالظبط. هو ده اهم حاجه. نفس الكفاءه ونفس الفاعليه بس بسعر هادي. طيب هل في اي موانع لاستخدام كل الاسماء المنتجات اللي حضرتك تفضلت بيها دي، لو حد عنده مرض مزمن ما، كوليسترول، دايما ضغط، احنا بنقول قلب، سكر؟ احنا بنقول دايما لو اصحاب الامراض المزمنه لازم طبعا يستشير الطبيب بتاعه، ده اكيد، ده بديهي طبعا. لو حد عنده قرحه في المعده لازم برضه طبعا يستشير الطبيب بتاعه، او لازم ياخد حاجه للمعده معاه. الحامل اي دواء بحطه في بقها لازم باستشاره الطبيب بتاعها، مفيش مشكله. لا لو عندكش مشكله خلاص مفيش مشاكل، بس هو بالنسبه لكبار السن، بالنسبه للناس اللي الدنيا يعني عندهم ضغط، بس الضغط مسيطر عليه مفيش مشكله، ما عندهمش مشكله فيها، كلها مكملات غذائيه مامونه. حتى لو الشاب بياخده عادي مفيش مشكله، للشباب او الكبار مفيش مشكله خالص. الاستمرار عليه للوقايه لمده 3 شهور مثلا برضو مفيش اي مشكله خالص. طيب دلوقتي فكرة ان واحد يكون وزنه تقيل، يعني حد وزنه كبير، رقم يخض، وبالتالي ابتدت تظهر عليه علامات المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها، والمفاصل والخشونة بطبيعة الحال، وربنا كرمه وفتح عليه من واسع وعرف يخس ونزل في الوزن بشكل كبير جدا، وبالتالي الضغط اللي كان حاصل على الركب قبل كده خلاص ما بقاش موجود. تمام. بس هو كان ابتدى يعاني بالفعل قبل ما يفقد الوزن الزايد، هل المعاناة بتستمر لمجرد ان هي ابتدت وقت الوزن المبالغ فيه، ولا بتنتهي بمجرد ان احنا بنشيل من على الركب الضغط؟ لا اكيد بتقل بشكل كبير جدا، بس برضو بيحتاج المفقود بقى عنده، يعني المفروض الوزن الزايد ده عمل زي خشونة أو التهاب في المفصل. أي. فمحتاج ياخد برضو كورسات زي اللي قلناها دي، ترجع الدنيا زي ما كانت، يبني الكولاجين من تاني بتاع ركبته من خلال الحاجات دي. وفي نفس الوقت كمان احنا بنتكلم على لو خس بالطريقة دي أكيد برضو بيبقى فيه فاقد فيتامينات، وخاصة لو كان بيخس من غير ما ياخد مالتي فيتامينز، فيستحسن ياخد مالتي فيتامينز كويس. كل الناس اللي ودي نصيحة عامة حضرتك ممكن تنصح بيها أي حد بالظبط بيبتدي رحلة انت أي حد بيخس بتلاقي وشه بيخس خالص، تعبان. يعني انت المفروض لو عايز تخس وانت بتعمل دايت شديد قوي، خد نوع كولاجين، ايه المشكله؟ نوع مالتي فيتامين زي الال بي مالتي فيت اللي احنا اتكلمنا عنه ده. أيوه. مهم جدا انك تاخد حاجه فيتامين شامل زي الال بي مالتي فيت، مش هيزود وزنك ولا حاجه على فكره. بس هيديك النقص اللي في الفيتامينات اللي ممكن تحرم نفسك منها في الدايت. وبرده نفس الكلام كبار السن بالذات، او الناس اللي بعد انقطاع الطمس بالنسبه للسيدات. أيوه. مثلا لازم تاخد نوع كالسيوم كويس زي اللي احنا قلناه سي دي زد بيكس.
وبرضه نوع فيتامين د مهم. الحاجات دي اساسيه، يعني انت لو مش بتعاني من اي مشاكل في الركبه خالص وعايز تاخد مالتي فيتامينز وكالسيوم وفيتامين د اللي احنا اتكلمنا عنهم دول هيبقوا مفيدين لك، حتى لو بتعمل دايت شديد او صارم، بحيث انك حتى لما تخس ما يحصلش بقى تساقط شعر. معظم الناس لما بتخس جامد كده بالطريقه دي بتلاقي فيه تساقط في الشعر، وشها تحس انه خاسس كده وضعف. لا لازم بتحتاج حتى الناس اللي بتعمل عمليات اللي هي تحويل المسار والعمليات دي، بتلاقيهم دايما الاطباء بيكتبوا لهم نوع مالتي فيتامينز شامل، نوع كالسيوم، نوع فيتامين د اساسي. عشان كده الناس اللي احنا اللي بتعمل العمليات دي بننصح بالحاجات دي معاهم. ضروري جدا ياخدوا نوع الكالسيوم ده سي دي زد بيكس، ياخدوا الفيدي بيكس، ياخدوا كمان الال بي مالتي فيت. طيب كنا بنتكلم من شويه، حضرتك ذكرت فيما تفضلت بيه يعني من ضمن الكلام اللي قلته على كبار السن، بمناسبه بقى الكلام عن الفئات العمريه، بقينا برضو في الفتره الاخيره بنشوف كتير من الاطفال للاسف الشديد تلاقي طفل ما كملش 10 11 سنه وبيعاني من سمنه مفرطه، فطبعا بكل انعكاساتها السلبيه عليه بقى صحيا ومزاجيا وتحويله الى يعني قبله للمتنمرين انجاز التعبير. بالظبط. هل الأطفال في أعمار معينة أو ابتداء من سن معين يقدروا يتعاملوا مع المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها، ولا ده خاص بس بالكبار أو البالغين يعني فوق 15 يعني 16 سنة مثلا، إنما الأطفال يعني بإشراف الطبيب برضو، دايما احنا بنقول بإشراف الطبيب، بس الـ يعني فوق 12 سنة لو خشونة جامدة الأطباء برضو بيكتبوا الإراث بتاعة الخشونة اللي هي الجوينت بيكس، مفيش مشكلة. يعني بس هو عنده 12 سنة وعنده خشونة في الركب، بس احنا بنقول للناس ما تسيبوش ولادكم لغاية ما نوصل للدرجة دي. يعني انت شايف ان ابنك السمنه زياده عنده، لازم تتابع مع دكتور غدد، تشوف الغدد الدرقيه عامله ايه، تحليل الغدد يشوف السبب بتاع زياده الوزن ايه. فكره ان انت تسيب ابنك كده للجنك فود والحاجات اللي هي المضره دي غلط جدا طبعا، بالذات في المراحل السنيه المبكره في كتير من الاهالي، او على الاقل كان زمان في منهم كتير يقول لك ايه كل ما البيبي يكون مكلبز معناه ان صحته حلوه. لا غلط طبعا، غلط. يعني برضو غلط. موروث خاطئ تماما. لا موروث خاطئ، واحنا دلوقتي كمان المفروض يبقى عندنا ثقافة رياضية حتى، يعني المفروض نعلم ولادنا، وانا شايف ده في القاهرة عكس الاقاليم، ان هنا الناس بشوفها بتهتم ان تودي اولادها النادي، تشترك في جيم او اي لعبة. الكلام ده يمكن في الاقاليم اقل شوية، فاللي بيتابعنا من الاقاليم على الاقل ودي اولادك حتى لو مركز شباب في القرية بتاعتك. صحيح صحيح. احنا وقتنا للاسف الشديد يعني بيوشك على الانتهاء يا دوب، الحق اشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. الله يصلح حالك، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك وبشكركم اكيد مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا، باذن الرحمن نلتقي بكره على خير في حلقه جديده و10 الصبح بالاهلي. الى اللقاء.